أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بعد ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني أم لا. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوضح مرارا أنه يرغب في الانسحاب من الاتفاق النووي بسبب تورط إيران في الكثير من الصراعات بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى استمرارها في تطوير برامجها الصاروخية. ولمزيد من تسليط ضوء أكثر معنا عبر سكايب الآن من لندن الكاتب والمحلل السياسي أحمد أبو دوح. مرحبا بك سيدي الكريم. يعني نحن أمام عدة سيناريوهات، إما المضي قدما في هذا الاتفاق النووي ولكن هناك تعنت من قبل الجانب الإيراني، أو أن يلغى هذا الاتفاق بالكامل ويكون في هذه الحالة إيران أمام يعني موقف لا تحصد عليه، ولكن هناك سيناريو آخر بأنه يكون هناك تعديل أو إضافة ملحق لهذا الاتفاق النووي الإيراني. أيهما الأقرب الآن لهذه الأزمة، أزمة إيران النووية، خاصة أن هناك يعني تطابق واختلاف في بعض الرؤى للقوى العالمية، سواء كنا نتحدث عن بريطانيا وفرنسا وأيضا معهم ألمانيا؟ أتصور أن المجهود الذي بذله الحلفاء الأوروبيون خلال الأسبوع الماضي عبر زيارتي الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى واشنطن بدأت تؤتي ثمارها، بمعنى أن هناك على ما يبدو تغير في الإدارة الأمريكية في واشنطن فيما يتعلق بنوايا الرئيس دونالد ترامب في يوم 12 من مايو المقبل البقاء في هذا الاتفاق أم لا. دعينا أولا نوضح للمشاهد الكريم أن الولايات المتحدة هي جزء من هذا الاتفاق ولا تستطيع إلغائه، لكن نحن نقول إلغاء الاتفاق أو خروج الولايات المتحدة منه بالمجاز، لأن الولايات المتحدة هي من يمتلك اليد العليا في هذا الاتفاق فيما يتعلق بإعادة فرض العقوبات على إيران، ومن ثم شل حركة كل الشركات الأوروبية خصوصا والشركات العالمية من توقيع أي اتفاق اقتصادي مع إيران. هذا أولا. ثانيا، أعتقد أن جولة وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو في منطقة الشرق الأوسط قد أوضحت كثيرا نوايا الرئيس دونالد ترامب والحلفاء للولايات المتحدة، بمعنى أن تصريحات وزير الخارجية اليوم السعودي عادل الجبير أظهرت كثيرا أن ليس من مصلحة السعودية إلغاء هذا الاتفاق، لكن هناك رغبة أوروبية وشرق أوسطية كبيرة في تحسين هذا الاتفاق وتعديل البعض من بنوده والتوصل إلى اتفاق جديد فيما يتعلق ببرنامج إيران الصاروخ الباليستية ونفوذ إيران في المنطقة وأنشطتها لزعزعة الاستقرار. وبالتالي أتصور أن هناك محاولات ناجحة إلى الآن من قبل حلفاء الولايات المتحدة لإقناع الرئيس دونالد ترامب بالإبقاء على هذا الاتفاق قاعدة لمفاوضات جديدة مع إيران. نعم. فيما يخص هذا سيد أحمد، يعني كان يعني مستشار الأمن القومي الأمريكي يعني عزى هذه الأسباب التي لجأ إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه هذه الرغبة بسبب تورط إيران كما يعني ذكرت في معرض حديثك منذ قليل في العديد من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر استمرارها في تطوير برامجها الصاروخية تحديدا. ولكن هناك رأي آخر يقول من الداخل الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يمحو كل ما قام به الرئيس السابق أوباما، سواء كان في الداخل الأمريكي أو فيما يخص قضايا الأخرى الدولية، وعلى سبيل المثال قضايا الاتفاق النووي وغيرها من باقي القضايا الأخرى كنقل السفارة إلى القدس، السفارة الأمريكية إلى القدس. بالطبع يعني هذا أحد الدوافع الداخلية للرئيس دونالد ترامب. دعينا نذكر المشاهد الكريم أن هناك انتخابات تجديد نصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، وهذه الانتخابات تهدد الأغلبية الجمهورية لمجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة، وهي أيضا أحد دوافع الرئيس دونالد ترامب للتحرك. يعني شهدنا خروج الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ في باريس التي وقعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، شهدنا أيضا انسحابا للولايات المتحدة من اتفاقية التجارة عبر المحيط الأطلسي التي استثمرت فيها إدارة أوباما كثيرا، وأيضا نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأيضا موضوع الاتفاق النووي، وكذلك إيجاد حل لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية. بالطبع الرئيس دونالد ترامب يكاد يسير على خطى الرئيس أوباما بأستيكا بالبلدي،
لأنه يرى أن هذه الإدارة كانت مغايرة تماما لمصالح الولايات المتحدة من وجهة نظري. لكن أتصور أيضا أنه في جانب من هذه المقاربة الترامبية الجديدة هو يريد أن بالفعل يصل إلى اتفاقات من وجهة نظره تستطيع أن تحقق مصالح الولايات المتحدة، وخصوصا في موضوع الاتفاق النووي الإيراني، وهو يرى أيضا أن هذا الاتفاق لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة بشكل أو بآخر، لأنه إذا نظرنا إلى بند الغروب على سبيل المثال أو بند استعادة إيران لأنشطتها النووية بعد 10 أعوام من هذا الاتفاق، سنجد يعني أنه سيعيد مرة أخرى. نعم سيد أحمد، يعني ما بين ليلة وضحاها نرى الكثير من تغير في المواقف والمشاهد أيضا. يعني في لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان هناك تطابق بعض الشيء في الرؤى فيما يخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاتفاق النووي، وبعد ذلك حدث بعض التغيير. بما تعزو أيضا أسباب هذا التغير في الرؤى ووجهات النظر الفرنسية تحديدا؟ يعني أنا أتصور أن الأوروبيين بشكل عام ليس لديهم أي خيارات إلا الإبقاء على هذا الاتفاق، لكنهم يحاولون تقريب وجهات نظر مع الرئيس دونالد ترامب عبر إقناعه بعدة خيارات. أول هذه الخيارات هو التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والأوروبيين، يتعهد خلاله الأوروبيون بعدم السماح لإيران بامتلاك القنبلة النووية حتى بعد انتهاء صلاحية الاتفاق النووي. ثانيا عقد اتفاقات جانبية، اتفاقات سياسية دعيني أسميها، حول البرنامج الصاروخي ونفوذ إيران في المنطقة. أي حل آخر أعتقد أنه لن يرضي الأوروبيين. ثانيا أتصور أن هناك جهود منسقة عالمية من قبل الفرنسيين والألمان والبريطانيين وأيضا شخصيات داخل الإدارة الأمريكية لإيصال رسالة أو انطباع للعالم بأن الرئيس دونالد ترامب سينسحب من هذا الاتفاق، لكن من وجهة نظري المتواضعة ليس من مصلحة أي أحد انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق حتى خصوم إيران في المنطقة، وبالتالي لا أتصور أن الرئيس دونالد ترامب سينسحب فعليا من هذا الاتفاق، وهذا يتوقف عن سلوك إيران. يعني إذا أبدت إيران أي استعداد لتقديم تنازلات والجلوس مع الولايات المتحدة والتفاوض حول برنامجها للصواريخ الباليستية ونفوذها في المنطقة، أتصور أن الأمريكيين سيذهبون. سيد أحمد، يعني مواقف عدة فيما يخص يعني السلاح النووي في العالم بالطبع سيلقي بظلاله على هذه الأزمة المحتدمة فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهي قضية كوريا الشمالية بعد أن جنحت لمطالب الرئيس الأمريكي مؤخرا. هل ستلقي بظلالها في التأثير بالسلب أو بالإيجاب على إيران، أم سيزيد الوضع أكثر تأذما وسيزيد أيضا من تعنت إيران حيال الموقف الأمريكي وتحديدا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أم أنها ستخضع كما خضعت كوريا الشمالية حسب رأي البعض؟ هذا يعني هذا بالضبط، هذه نقطة مهمة للغاية، هذا بالضبط ما يقوم به الرئيس دونالد ترامب. الرئيس دونالد ترامب يريد أن يقنع من حوله أن سياسة حافة الهوية أو المبالغة في استخدام القوة أو التصعيد أتى بثماره مع كوريا الشمالية، واضطر كيم أن يقدم تنازلات، وبالتالي من الممكن أن نتبنى نفس الاستراتيجية في التعامل مع إيران وإخضاع إيران للمطالب الأمريكية. لكن في الداخل إذا قدمت إيران أي تنازلات فسيكون موقف الرئيس حسن روحاني حساس للغاية أمام المتشددين الذين حذروا على مدار عقود من الجلوس مع الولايات المتحدة على نفس الطاولة وأنها شريك لا يمكن الوثوق به، وبالتالي إذا قدمت تنازلات بالفعل فهذا سيؤدي إلى صعود أسهم المحافظين، وثانيا عدم قناعة في الشارع الإيراني الذي تظاهر كثيرا من عدم جدوى هذا الاتفاق الذي لم يعود على الاقتصاد الإيراني بأي تحسن ولم يعود على أوضاع المواطن الإيراني بأي تقدم في الفترة الماضية. سيثبت التنازلات الإيرانية أن المتشددين كانوا على حق وأن أي اتفاق مع الولايات المتحدة من الممكن أن تعود عليه عنه مرة أخرى. ثالثا أتصور أن الكوريين الشماليين يراقبون كثيرا التصعيد الأمريكي ضد إيران، ويعني مدى تمهيد ذلك الأرضية لتوصل الاتفاق المماثل مع الولايات المتحدة في المستقبل، وهذا هو الهدف
الرئيسي من التصعيد ضد نعم. كوريا الشمالية هو التوصل إلى اتفاق كما حدث إيران مع إيران. يعني نستطيع القول بأن إيران يعني في موقف لا تحسد عليه الآن، يعني خاصة بأن كان هناك تباهي بأنه قد تم رفع بعض العقوبات في السابق عن عقوبات اقتصادية عن إيران، وكذلك أيضا قول الرئيس الأمريكي بأنه مدعاة للفخر لكل الأمريكيين ما حدث في كوريا الشمالية. نشكر السيد الكاتب والمحلل السياسي أحمد أبو دوح، كان معنا عبر خدمة سكايب من لندن. نشكرك جزيل الشكر.